من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. زار محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل قضاء بيجي برفقة قائد شرطة المحافظة اللواء قندير خليل ومديري الدوائر الخدمية، واطلع على الواقعين الخدمي والأمني في القضاء والمشاكل التي تواجه المواطنين، مشددا على أهمية تأهيل المدارس والشوارع والمراكز الصحية والجوانب الخدمية الأخرى التي تسهم في عودة ما تبقى من النازحين إلى القضاء. العمل في بيجي المنكوبة هو واجب، وأنا أعتبره يعني نوع من أنواع الجهاد العمل في بيجي، لأنه بيجي تحتاج إلى عمل كبير بحجم المأساة الموجودة. هنالك عدد كبير من المشاكل، هنالك عدد كبير من الاحتياجات، كل هذه المشاكل والاحتياجات سنضع لها حلول، ولكن ليست حلول سحرية، سيكون هنالك تدريج بالعمل. ولكن القضايا الخدمية الأولى اللي هي قضية الكهرباء، الأسبوع هذا راح تكون هنالك أعمدة ومحولات لفك الاختناقات وللتوسع على الأحياء الجديدة العائدة جديدا وليست الجديدة. وكذلك بالنسبة لمشروع الماء، هنالك أيضا مد لشبكة للأماكن المدمرة الشبكة بها، وكذلك زيادة كفاءة المشروع الرئيسي. أيضا في المجال البلدي هنالك حملة ستقوم بها المحافظة للتنظيف، وفي القطاعات الأخرى مدير عام الصحة موجود، سنعالج المشاكل التي تخص القطاع الصحي بجهود استثنائية من قبله، وكذلك بالنسبة لمدير عام التربية وبقية القطاعات تباعا، إلى أن نصل إلى مرحلة من الإنجاز بشكل متتابع وإنجاز مرحلة مرحلة، بحيث نحقق إلى أهالي بيجي أسباب العودة والاستقرار. بنفس الوقت احنا نأمن الوضع الأمني لهم، يعني نطلب من كل القوات الأمنية والناس اللي مسؤولين على دخول ورجوع العوائل، أنه الشيء الصح الأول اللي لازم يصير حتى على أساس تنبني كل الخدمات هو عدم المجاملة بالأمن وتدقيق الناس المجرمين وعدم السماح بعودتهم وعدم المجاملة على دماء العراقيين. نفس الوقت نطلب منهم أنه كل إنسان ما عنده شيء، إنسان السيرة مالته سليمة وهو ما مرتكب أي خطأ، أجبر على الرحيل، أجبر على كثير من الأمور، أن هذه كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، لأنه المواطن أمنه ومسؤولية الدولة أن تحميه ومن العابثين ومن العصابات. كان هنالك خلل في هذا الموضوع، دفع ثمنه كثير من الناس والعوائل، وتغيرت حياتهم وراحت دراستهم، ويعني حالهم يرثى له. فاحنا على الاقل انه اولا احنا نقدم اللي نقدر عليه، وسنسعى مع الاخرين لجلب ما يمكن جلبه لقضاء بيجي، لان قضاء بيجي يحتاج الى عنايه خاصه. كل من يتكلم عن الاعمار في العراق، كل من يتكلم عن التنمية في العراق، كل من يتكلم عن المناطق المنكوبة ليأتي إلى بيجي وينظر ماذا موجود بها. وإذا كانت هنالك نية حقيقية للتقديم، فلنبدأ بالبيجي، نقدم لهم الخدمات ونقدم لهم المشاريع التي تعيد الناس، وهذه قضية إنسانية بحتة 100% إذا كانت هنالك قضايا إنسانية. أما إذا كانت القضايا تحسب على أساس مناطقي وعلى أساس إقليمي وعلى أساس سياسات خارجية، فنحن لا نريد هذا، نريد عمل إنساني باتجاه ناس منكوبين يعانون نقص في كل شيء، الخدمات مصالحهم راحت، يعني بيوتهم مدمرة، الآن عائلة تجلس في خيمة مجاور بيتها المهدم. هذه قضية ما يقبلها كل العالم، واحنا اليوم نتكلم عن تشكيل حكومة ونتكلم عن مستقبل العراق، الحكومة لازم تأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع، ويجب أن يتحمل ممثلو المحافظة في البرلمان هذا الموضوع. وخلال الأسبوع الماضي بدأنا مع الدكتور أحمد عبد الله عبد بأن نكون نكون وفد
يرأسه ويكون به أعضاء مجلس المحافظة للمطالبة بالمشاريع المتوقفة بسبب الروتين وبسبب القضايا الغير صحيحة. الآن مشروع ماء البيجي مقر على القرض الياباني صار أكثر من 6 سنوات، قرض ياباني مقر أكثر من 6 سنوات ولحد الآن البيجي تعاني. هذا الإجراء في الوزارة. الآن راح تختلف القضية، سننتقل من المركز إلى القرار الرئيسي، وعندما يكون تقصير في المركز سنحرج المركز أمام العالم.